Men hur har integrationen gått egentligen? De lär ju veta, tänkte vi. Navres Jabbar flydde från Irak och är idag butiksägare. Här är hans råd. Lugan asasiya hi miftah li kull al-a'mal li kull shi. يعني هذا في شيء كلش مهم. فدائما تفكرون إن كنت كبير بالعمر أو صغير بالعمر، الدراسة، اللغة، ثانيا يأتي العمل. العمل مهم للشباب، مهم للكبار. من المهم الشخص أن يجد لنفسه عمل صحيح، ولكي يحصل على عمل صحيح يجب أن يكون لديه خبرة بهذا العمل. الأعمال البسيطة موجودة دائما لا تنتهي، ولكن الأعمال الجيدة دائما تبقى. أتمنى من كل القادمين الجدد للسويد أن يهتموا بأولادهم.